أولا تعترض المذاهب الإسلامية على الشيعة لسجودهم على التربة، لماذا؟ لأن اعتراضهم منطلق من كونهم يعتبرون السجود على الأرض يعني على ما تحت القدم، سواء كان فيه فراش أو ما فيه فراش، بينما احنا عندنا ما يصح السجود إلا على التراب، على التربة، على الأرض وما أنبتت. فاعتراضهم ناتج من تصورهم لمضمون السجود، وإحنا الإباحة عندنا من تصورنا لمضمون السجود، أو بالأحرى الحرمة عندنا، لأن عندنا روايات واردة معتبرة أنه لا يصح السجود على ما يؤكل أو ما يلبس. طبعا هذا إلى طريق إلى الحكم رجال سنده، وإحنا إن طريق إلى الحكم رجال سندنا. ولو قدر أن يطلع القوم على مداركنا في الموضوع أعتقد لا يجدون غبار في سجودنا على التربة. التربة باعتبارها قطعة من الأرض نسجد عليها، مو أكثر من هذا. سمعت أحد علماء الشيعة يقول كل شيعي سني وكل سني شيعي، طبعا لأن ما في شك أنه ما عندنا مسلم يكره أهل البيت. إذا كان التشيع هو مشايعة أهل البيت، لا يسع مسلم يؤمن بالله وبرسوله أن لا يشايع ولا يوالي أهل البيت، كما لا يسع شيعي أن لا يأخذ بالسنة النبوية الشريفة والسنة المصدر الثاني من مصادر التشريع. فهذا القول صحيح 100%. ثلاثة، إذا كانت الأحكام الإسلامية واحدة ومصدرها القرآن فلماذا الاختلاف بين المذاهب؟ طبعا الاختلاف ناتج من فهم الآيات، وهي ليلية أنا هذا جاي أؤكد عليه، بأن من يقرأ الآية يفهمها بشيء، واحد آخر يفهمها بفهم آخر، أو واحد مثلا ينقل الخبر هو عندنا ثقة وعند غيرنا مو ثقة، أو بالعكس. هذا منشأ الاختلاف. منشأ الاختلاف الطبيعي هو الاختلاف في فهم الدليل العلمي وفي تقييم الطرق إلى هذا الدليل، إلى هذا المدرك. هذا الاختلاف الطبيعي. أما أكو اختلاف يمليه الهوى والتعصب، ذاك من صنع الشيطان، ما لنا علاقة به. هل كانت حي على خير العمل موجودة في الأذان سابقا وفي أي عهد؟ طبعا موجودة في الأذان، وأنا ذكرت أيضا المصدر في هوية التشيع مصادرنا ومصادر الأحناف، وأن الأذان الأول كان حي على خير العمل إلى عهد الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ما هي العوامل التي دعت إلى إظهار الشعائر الحسينية التي منها التطبير والضرب والزنجيل؟ العوامل بادئ ذي بدء كانت مركبة من عاملين. العامل الأول عامل التأثر لواقعة الطف، باعتبارها واقعة فاجعة اجتاحت أسرة النبي بكاملها، فكان لون من الانفعال، والإنسان إذا انفعل غالبا يفقد يعني الاتزان إلى حد ما، يضرب رأسه بحائط أو شيء من هالقبيل هذا. والعامل الثاني كان لفت النظر إلى فداحة الواقع، هذا كان مبدئيا. وهذني العاملين فيما أعتقد راحا بعد ما بقى له الموضوع. تعطيل عن العمل وإغلاق المحلات يوم عاشوراء هل هو مشروع؟ مشروع شنو يعني بأي معنى؟ مباح؟ مباح، تأدبا أو حزنا على الحسين. أما واجب لا، يعني اللي ما يعطل حرام عليه لا يجوز له أن يفتح. كأدبيا وإظهارا لمشاعرنا وولائنا لأهل البيت، هل يوم هذا اللي بي سكل رسول الله أولاده، احنا نواسي النبي فيه مو أكثر. هذا يقول نسمع كثيرا عن السلفية والأصوليين والعلمانية، فمن هم هؤلاء وما الفرق؟ الواقع الجواب على هذا طويل. السلفية يعني اللي يردون إحياء سيرة السلف من الصحابة أو من العلماء السابقين، ذولا أطلق عليهم السلفية. الأصولية ما يعبرون بهم عن من يرجع إلى العقائد الدينية، إلى التراث الديني، هذا يعبر عنه بالأصولية. هذا المقصود به أنه ناس في سلوكهم أو في تصرفاتهم
أو في نمط الحكم يرجون الرجوع إلى الأصول، يعني إلى ما أسسه الشرع وما قام به سلفنا وجذورنا، هذول الأصولية. العلمانية لا، يعني اللي ما يتقيدون بدين معين، يعني قيد بدين، وإن كان بالأيام الأخيرة صارت كلمة علمانية تعطي معنى الإلحاد، لكن هي الواقع المقصود بالعلمانية عدم التقيد، يعني يسموه باصطلاح الفقهاء لا اقتضاء، يعني أنه ماكو ضرورة تقيد بدين معين، كل واحد يتقيد بدينه بمبدأه. زين، بعد اختلاف المسلمين واختيارهم الخلفاء الثلاثة وكان علي عليه السلام رابعهم، نحن نقول بأنه أولهم، فلماذا عندما تمت له البيعة قال دعوني والتمسوا غيري، ونحن نقول بأنه منصوب من السماء، ولماذا لم يقل بالخلافة؟ هذا يسموه من باب التنزل مع الخصم، كأنه الإمام يقولون سلام الله عليه ما رأي بين لهم، أنا مو حريص على الحكم، ترى الحكم بالنسبة إلي يعني مو غنيمة، وإنما هو مسؤولية وعبء، أراد يبين لهم ترى أنا لو أرد أجي إلى الحكم يعني مو جاي لأن يرفع من قدري أو لأن غنيمة أو مكسب، لا لا، لكن هو مسؤولية، أنا أتحمل تبعته، أتحمل آلامه، فمن باب التنزل معهم قال لهم دعوني والتمسوا غيري، وإلا قطعا الإمام فيما نعتقد والدليل يساعدنا على أنه منصوص عليه. يقول هل صحيح أنه زوج ابنته لأحد الخلفاء؟ لا، الرواية ما تصمد أمام النقص أبدا، لأنه الرواية بالتحليل تظهر أنها مفتعلة ما لها أصل موجود. وألفت نظر إلى بحث بقلم شيخ محمد علي الميلاني نزل بالعدد 30 من مجلة تراثنا هالسنة، يعني سنة 94 مجلة تراثنا الصادرة عن مؤسسة أهل البيت في قم، وهو بحث قيم جدا ناقش به الروايات على مستوى المذاهب الإسلامية بصورة عامة، يقدر يرجع للبحث ويشوفه، البحث يثبت أن الرواية لا نصيب لها من الصحة. ما هو حكم الدين بالنسبة إلى بيع اللحوم والدجاج المذكور عليه ذبح حلالا؟ هذا سؤال بسيط، ذني أسئلة الواقع موجودات بسيطات. يا أخي أنت اللحم كنت تحرز أنه مذكى، وإذا اشتريت في بلد مسلم واللي يبيع مسلم أنت مو مسؤول، هذا نفسه مباح لك، لكن مجرد أن مكتوب عليه ذبح حلال لا، هذا ما يثبت أن، أو بالأحرى مو دليل على التذكية، إنما دليل الإباحة أن تأخذ من يد مسلم عرضة وفي بلد مسلم وما تعرف أن منشأ من مكان ما يقيدون بالإسلام، إذا ما تعرف منشأ ناولك يا مسلم أخذ ولا تسأل. يقول حينما يذكر الإمام الحج عليه السلام باسم القائم الناس يقومون يضعون أيديهم على رؤوسهم، ما سبب ذلك؟ يعني المقصود أن كل عملية تقدير لإمام العصر عملية تكريم، مثل ما لما يطبع لنا إنسان محترم نقوم له ووضع الإيد على الرأس، هو أيضا إشارة، مثل ما الآن واحد لما يحيي واحد شيل إيده إلى جبهته من النوع، مو أكثر، رمز للتكريم للاحترام.